أهلا سامر، حتى لو ما عزمتيني عيد عليا ما بينتسى. أصلا النهار اللي خلقت ما بنساه أبدا. ما كان في داعي تتعصب. عليا هلأ فات تنام. ما عليه، بس توعى بكرة أعطيها الهدية. كلك ذوق. أنا مش رح أزعجك، أنا جيت لقلك إنه الله يعيشها 100 سنة. أنا بس اليوم ما عزمتك لأنه مش مهم، أنا ما أقدر ظروفك، بس صبر بليز. بعرف ما بدك تسمعي ذات الحكي وذات السؤال. صدقيني أنا عم بسأل ذات السؤال لأنه عم بيطلع لي الجواب اللي مش منطقي وما عم بيقنعني بالمرة. واضح إنه زلمة عايش برا ونسيكي وما بده إياكي ولا أنت ولا بنتك. أنا هون، أنا بحبك، بدي إياكي ومش فرقانة معي إذا كان عندك بنت، أنا بربيها. شو عم تطلب مني؟ أنا مرة مجوزة. أنت لازم تكوني مطلقة. مازن ما طلقني. طلب الطلاق رح يطلقك أنا أكيد. بليز سامر، أنا ما بدي أحكي هلأ بهيدا الموضوع. طيب خارجة ولا ايه؟ ايه ظهره ندفي طبق على قلبي. طب ما قلتيش ليه؟ ما انت عارفه ان احنا خارجين نتعشى. بدي اظهر لحالي تامر، مخنوقه، بدي اتنفس شويه هوا. طب ما احنا برضه كنا نخرج وكنت هتشمي برضه هوا. بدي ضلني لحالي شوي. يعني أنا اللي بخنقك لما نخرج مثلا؟ ماشي يا روبي، هتخرج ازاي من غير عربية؟ طلبت تاكسي ونطرني تحت. طلبت تاكسي؟ وإيه بقى اللي مخليكي متأكدة إن النهاردة إن أنت تخرجي؟ أنا مش متأكدة ولا حتى أفكر بالموضوع. ولا خايف من رد فعل يعني؟ لا للدرجة دي يعني؟ واثقة اني مش ممكن ازعل منك مثلا؟ انا مش واثقة من شي ولا من حدا ولا خايفة من اي ردة فعل، لانه صدقني بالوقت الحاضر ما بقى عندي شي اخسره. طب وانا مش خايفة تخسريني؟ ولا حتى خايفة اخسر حالي. ما تزعل مني. طب اختك وبنتها مش يهمك يعني انت تشوفيهم برضو ولا ايه؟ بترجيك تامر، ما تعلمني الانسانية، انا بعرف شو بدي اعمل وكيف لازم اتصرف مع عيلتي. انت بتكلميني كده ليه؟ مالك يا روبي؟ مخنوقة، صرت قايلت لك 100 مرة